ثاندرمان سينقذوننا؟ أعلق الأنبوب على الطاولة رقم 7. هذه هي الحالة الطارئة؟ نعم، إنها طاولتي المفضلة، فهي الأبعد عن الحمام. حسناً، سأحل الأمر، ليس هناك مشكلة صغيرة بالنسبة للأبطال. يبدو أن قوتك الخارقة هي الثرثرة فقط، لقد بدأ هو بالعمل. سأرخي الانسداد ليطلق ما بداخله. ألم أقل لك سابقاً أن عليك التدرب أكثر؟ تنحى أيها المبتدئ. لقد جعلت الأمور أسوأ، يجب أن أحلها من الخلف. ستخرج في أي لحظة. ما الذي فعلته هنا؟ بدأ الدخان يخرج، حلت المشكلة. أيها الأحمقان، لقد غضبت الأنابيب منكما. سيدة وانغ، هل أنت بخير؟ اقتربا لأراكما، اقتربا أكثر. أكرهكما أيها الأحمقان. عد إلى هنا ليساعدني أحدكم، لقد هرب الليل. ما الخطب أيتها الغبية؟ انسي ما قلته، ما المشكلة؟ لقد هرب ذلك السارق دون أن يدفع لي ثمن كأس الماء. كأس الماء؟ أليس مجانية؟ لا شيء مجاني هنا سوى الإهانات أيتها الغبية. ليفعل أحدكم شيئا؟ سوف نمسك به. هيا فيبي، ما الذي تقومين به؟ شعار الأبطال الخارقين، إن سمعت مواطنا يصرخ عليك أن تساعده. ظننته كان كفي عن حماقتك. أتريدين أن يكون فيلمنا عن سارق كأس ماء؟ هل تظن نفسك قادراً على الهرب دون أن تدفع ثمن الماء الذي أخذته؟ لن تمسك بي. أنا أستطيع، لكن أولاً شقلبات خارقة. ماذا تفعل؟ تحاول أن تظهر رشاقتها. لن تكمل الشرب أيها اللص. شكراً لكما يا توأمة ثاندر. لا تشكرينا، بل اشكريني. أليس هذا سخيفاً بعض الشيء؟ بلى، لأنه من المفترض أن أكون أنا بطلة الفيلم. ضعي الكأس بين يدي، فأنت تدين لها بالمال. ماؤنا ليس بالمجان، ادفع ثمنه في الحال. إن الهرب مني محال، لأني أنا موجودة، ولكن إن دفعت المال فأنا لن أذي. البطلة لن تؤذي، الهرب من فيبي مستحيل. أظن أنك محق بالفعل، هذا يبدو سخيفا. عندي سؤال، قلتما إنكما ستساعدانني، فهل ستفعلان ذلك اليوم؟ بعد تفكير سيدة وونغ قررنا أن لا نساعدك. حقا؟ إذن سأخذ شرابكما لأعوض نفسي عن الماء الذي سرقه اللص. نسيت شرابي. حسنا، أخبريني ماذا سنفعل. الآن سوف نتصل بطبيبة الحب. رينغ رينغ. علي أن أجيب. أجل، أنا فيبي طبيبة الحب. هل هذه خفة دم؟ راقبهما، إنهما مثاليان لبعضهما، فلنوفر لهما جوا مناسبا. انظر، أولا الأزهار. طلب شخص ما إيصال أزهار بطعة من الشاعرية إلى طاولتكم. أعرف أن ماكس خطط للأمر، إنه شاعري، ألا تظن ذلك؟ ما أفكر فيه هو فيبي. أنسيت أمر حساسيته؟ أجل نسيت. رينغ رينغ. مرحبا، أنا طبيب أفضل من فيبي، وأنا مستعد الآن للتصرف. أليس مؤلما؟ قليلا. محار طازج. طازج من أين؟ يسألين كثيرا. عادت عصافير الحب إلى العش.
الشرطة إنه مضى 20 دقيقة ومن المبكر جدا الإعلان عن فقد ماكس. اخترقت قنوات الطعام وسأرسل لهم بيتزا شاعرية. أنت طلبت هذه البيتزا ذات شكل الغبي؟ لا، أنا لم أطلب هذه الأشياء بالتأكيد. لقد مللت من انتظار فيبي، سأذهب إلى منزلها. سأذهب لأحضر واتسون كلبي البوليسي ليتعقب ماكس. ماكس هيا افعل شيئا. لن يرحلوا في الظلام. أعد الأضواء يا ماكس. لقد سقط محار القمامة. أنا أعني محار المحيطات. فيبي انظري. أمسكت بي. أجل، لم تعلقي على يدي الرطبتين. شكرا على أي حال. رائحتك كمرهم البثور. مهلا، معي تذاكر فيلما لي ولماكس، هل تريد الذهاب؟ بالتأكيد، أمضي الوقت في خزانة فيبي، لا أذهب لأي مكان. إنهما يتوعدان. أجل، بفضل خطتي. الأيدي الرطبة ليست خطتك. لكني نجحت. أترى؟ قلت لك لا أحد يشير إلينا. ذلك الفتى يفعل، لكن إصبعه مكسور. انظر إنها قادمة، احزنوا أو لا تفعلوا شيئا. ما الذي حدث للسترات؟ لم تصدقي هذا، قام متوحشا بسرقتها. حاولنا إيقافه ولم نتمكن. صحيح، حاولنا إيقافه. أجل بالطبع، وهرب بعيدا 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 جدا. لم تذهب بعيدا جدا، إنها هناك. هاي أنت، هذه السترات الرائعة لأحفادي. هل تتحدثين معي يا هذه؟ هل لاحظت؟ وونك تبدو مذهلة بهذه السترة. للمرة الأخيرة لم أخذها من أحفادك كريهي الرائحة. أحفادي ليس كذلك. أجل، استحممت الشهر الفائت. جدتي، لنأكل في مكان آخر. حفيدتي على حق، لا فائدة من إضاعة وقتي مع أمثالك. يبدو أن طبق اليوم هو دجاج ثاندرمان. أساءت إلينا. ما الذي قالته تلك؟ تقصد أنك كالدجاجة. دعيني أقولها بطريقة واضحة. انتهى الأمر، حان الوقت كي تتعلمي من القرص. بكم في سبلات برجر يا أعزائي. لم أسمع، هل قالت أعزائي؟ حسناً يا أحفادي، السيدة وونغ لديها شيء لكم. لا أتذكر أنني سرقت ستراتكم، ولكن اقبلوا اعتذاري من فضلكم أيها الأطفال اللطفاء جداً. ماذا نقول لها؟ شكراً. وللتعويض عن كل هذا، غداؤكم اليوم مجاني. بالمناسبة، طعام مجاني للجميع. طعام مجاني؟ سأتصل بأبي. وونغ لطيفة، ولكن أليس سيئاً أن تعطي طعاماً كثيراً؟ بلى، لكن الأسوأ أنها تعطي آلة النقود للناس. أنا لا أملك أكياساً، فوضعت طعامكم هنا. تذكروا، لا تأكلوا المال. إذا استمرت السيدة وونغ بهذا، ستخسر مطعمها قريباً. مبارك لك يا جيمي، أنت الآن تملكين سبلات برجر. لا أصدق. هذا سيء، يجب أن نفعل شيئاً لنساعدها. آسفة، كنت عند الجيران، فقد منحتهم وونغ الحمامات. جدتي، نريد أن نخبرك شيئاً. السيدة وونغ لم تسرق ستراتنا، ألقيناها لأننا كنا خجلين منها. صحيح ما تقول، ومقرف لا تعني رائع، تعني مقرفا فقط. لماذا استمعت إلى ميرتل؟ قوتها الخارقة تقنع الناس أن ستراتهم جميلة. آسفون لأننا آذينا مشاعرك. هل تسامحين؟ لا يمكن أن أبقى غاضبة من أحفادي حتى لو بدت رائحتهم سيئة. إنها تتحدث عنك. سأعيد السيدة وونغ وضيعتها مجدداً، ربما سأدعها لطيفة لخمس دقائق. تشعرين بالبرد؟ أتريدين القميص الذي أرتديه؟ افعليها الآن جدتي. مرحباً سيدة وونغ، سنأخذ 50 قطعة تشيز برجر مجاناً. ما رأيك
بخمسين ركلة مجانية؟ اخرجوا! هيا! 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 مرحبا هيدن فيل، هل تحبون الضحك؟ من لا يحبه؟ أنا لا أحبه، ولكن إن كنتم أنتم تحبونه فتعالوا إلى ليلة السبت الكوميدية. لما قد نفعل ذلك ولدينا الكوميديا في منزلنا الخاص؟ يحصل المشارك على شطائر برجر مجانية لطاولته. هيا ستشاركون، أخرجي مريول البرجر. لما نستمر بالقدوم إلى هنا؟ مباشرة من هيدن فيل، إنها ليلة السبت الكوميدية ولا يهم من هم المشاركون. أنا مضيفتكم السيدة وونغ. قبل أن أبدأ، هل يوجد أحد من خارج البلدة؟ لست أفضل من أنزل يدك الآن. على ماذا تضحك صاحب الحفاظة؟ إنها فلن تبدو كالحفاظة. حسن، المشارك الأول ممثل يختص بنوع من أطياف الفكاهة. الإيمائي. الإيمائيون لا يتحدثون أبدا. ابتعد. عرضنا أفضل بكثير. التالي. هم أطفال ثاندر بيلي ونورا، وسأحذر. أجبركما والدكما على المجيء لتناول الطعام المجاني اليوم. لا تصغوا إليها. وقت العرض يا بيلي. كيف حالكم سكان هيدن فيل؟ هاي بيلي، ماذا كنا ندعو ليمونة في ضيق؟ انتهى وقتنا، كنتم جمهورا رائعا وداعا. حسن، علي قتل بعض الوقت. إذن عائلة من الجرذان دخلت إلى المطعم. ليست نكتة، هذا واقع. أذهب، أنا لم أقل. ما هذا؟ لا يوجد طاولة. انصرفتها. سيداتي لا ترحلنا الآن، لقد وصلت الحلوى توا. أنا الحلوى. ارحل أيها الفاشل. شيء مضحك أنك فشلت. الشخصان المفضلان لدي. ماذا تريدين وونغ؟ مدون المطاعم المحلية هنا. صحيح. ينقصني عمال، وإن كانت خدمتنا سيئة سينتقدني بشدة. يا إلهي، نود مساعدتك ولكن أمرنا بعطلة. من قبلي؟ من قبل أطبائنا. نحن مريضان جدا، ربما يجب أن تبتعدي للأبد. بعد كل ما لم أفعله لكما. تعلمين ما الجيد هنا؟ لا شيء. لقد انزلقت في الوقت الخطأ. عد إلى هنا. هل تعبتما؟ ركضتما في مخيلتي كثيرا. ارحل أيها الفاشل، إنه حلمي. انظروا، الشخصان المفضلان لدي. لن نساعدك لتحصلي على تقييم جيد. سحقتها. وكيف علمت؟ لقد علمت فحسب. تعلمين ما الجيد هنا؟ لا شيء. لنستمتع بهذا الحطام فحسب، وعندما أستيقظ سيكون الغد. عد إلى. كيف الحال يا سبلات برجر؟ مستعد لحفلة رقص؟ أنا غير مستعد. هيا جميعا، هيا انهضوا. أجل، هيا للرقص. ليقل الجميع هي. هيا قولوا هو. ليقل الجميع اخرجوا من هنا قبل أن أضربكم. هيا اخرجوا قبل أن... إنها جادة، هربي. أهلا وسهلا، شخصان يدخلان الآن. طبق اليوم الخاص هو أصابع السمك. شكرا لك، واحظى بيوم مذهل. هاتي هذا عنك يا سيدة وونغ. إن أردت النجاح، أعطي هذا للمدون، ولمرة واحدة في حياتك كوني لطيفة. أهلاً، أنا لطيفة. ممتاز يا سيدة وونغ، إن مطعمك مبهر جداً. توقع تقييماً مشرقاً ورقم هاتفي. قمنا بكل إنقاذ ممكن، وكان عمل اليوم جيداً. يوم على وشك الانتهاء. علينا أن نرجها جيداً، دائماً أفعل هذا. سيدتاي، أنتما من تينيسي؟ لأنكما الجميلتان الوحيدتان هنا. المرة 96 سوف تنجح. هيا. انظروا، وصل الشخصان المفضلان للي. أصبتي وونغ.
أعطني تلك الساعة. تريد عراكا؟ حسنا لك ذلك. لا استسلم الآن، انتهى أمره. لن أستسلم. أيعقل هذا؟ وأخيرا السيدة وونغ ستغلبك عزيزتي. كلوي، وفري هذا الكلام إلى أن تصل وونغ إلى هنا. مستحيل، لقد نما شعر داخل أنفي. صحيح، منظر هذا الشعر كريه فعلا. يكفي، سأذهب على الفور وسوف أجد علاجا. حسن، لكن افعل ذلك بعد أن نساعد أمنا على الفوز. معقول، وأنت لديك شعر في أنفك. حسن، اذهب. لطالما اعتقدت أن دماغكما فارغان، أظن أني محقة. كوني على علم، يرتدي أولادي هذه الأحواض لتشجيعي على الفوز. هذا صحيح، تشجع يا أمي. رودي. إن معجبيك مثيرون للشفقة كثيرا تماما كورودك. ورودها؟ انظري إليها، بارب ستوسعك ضربا عزيزتي. هاي، هذه عبارتي. آسف، لا أدري أي حيلة طبقتها على هذه الزهور كي تصبح هكذا، لكنك لن تهزميني باربرا. لا تصغوا إلى هذه العجوز اللئيمة وونغ يا صغاري. أو لا، نمت بسرعة والأصيص يتشقق. توقفي عن النمو حالا أيتها الورود الغبية. إلى ماذا تنظرون أيها الأغبياء؟ أين ذهب بيلي ونورا؟ إنهما مختبئان حتى لا نرى رأسيهما. باربرا، أنا سأخبر الحكام الآن أنك غششت لأن أزهارك صارت ضئيلة. هذا يعني أنني سأفوز بالتأكيد. أنا الفائز. انسوي البينج بونج، أحب الزهور أكثر. حياة برادفورد ليست حزينة أبداً. لم آتي إلى هنا. أجل، لما تفرحين هكذا وأنت لم تفوزي؟ حسناً، لقد أردت أن أراك تخسرين وخسرتي. تذكروا، لا عواء، لا إلقاء تعاويف، لا أشياء غريبة كالحشرات، ولا ما تفعله المومياءات. أجل، أنا أحذركم. عيد هالوين سعيد أيها الحمقى. لما لم تتنكري سيدة وونغ؟ متنكرة؟ أرتدي زي صاحبة مطعم تعمل بجهد وتشعر بوجود أمر غريب بشأن عائلتكم. أنا لست ساحرة. ما تعنيه هو أننا جميعا نرتدي الأزياء التنكرية. أنت تبدو كأنك حشرة حقيقية. لو كنت حشرة، كيف سأقاوم الطيران إلى ذلك الضوء؟ ذلك دافئ وجميل، سأذهب إليه. كل عائلة فيها شخص غريب. في عائلتك الكثير منهم. أنا سأبقى أراقبكم. ربما لم تكن هذه فكرة جيدة. لا تقلقوا، تصرفوا بطبيعتكم وكل شيء سيكون جيدا. توقف ماكس، انزل الآن، انزل. رأت وونغ ذلك. أي خطأ، نعود إلى المنزل لذا انتبهوا، وأنت على وجه الخصوص. عذرا منك يا وجه البروكولي. كيف تجرؤ؟ جيركس بروكوليتس. لقد كنت محقة. من طلب البروكولي؟ أنتم وحوش حقيقيون يا مجانين، اقضوا عليهم. من أين حصلتم على الأسلحة؟ إنها معدات الحقل.